الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا رحلوا عنا بأجسادهم ولم يفارقونا بأرواحهم وذكراهم. فلقد ودعت نقابتنا كوكبة من خير فنانين و قل لي متى تقرع الطبول ثانية؟ كثرت صور الحزن في مدينتنا، وصرنا نودع في كل لحظة عزيزا علينا وقريبا. اليوم حضرنا نحن نقابة الفنانين في حفل التأبيني لنستذكر به قامات وأسماء موصلية من فناني محافظة نينوى وأساتذة معهدي الفنون الجميلة للبنين والبنات. الحقيقة الحفل التأبيني قامته إدارتي معهد الفنون الجميلة للبنين والبنات، وحضر مجموعة كبيرة من الأساتذة والفنانين الموصليين والمثقفين، وشاركوا بكلمات معبرة عن حزنهم لفقدانهم هؤلاء الفنانين والأساتذة التدريسيين باسمنا وباسم الهيئة الإدارية والهيئة العامة لنقابة الفنانين. نعزي ذويهم ونقول لهم رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. شكرا للموصلية الموقرة ومديرها وكادرها على حضورها هذا المكان. حضرنا اليوم حفل تأبيني في معهد الفنون الجميلة لشهداء معهدي الفنون الجميلة للبنين والبنات. كوكبة من الشهداء هم كل من رياض الحمداني وإسماعيل حمو ومصعب والست خالدة، رحلوا والأستاذ ربيع أيضا، ربيع عبد الواحد إسماعيل، رحلوا في هذه الظروف التي وقع منهم من على يد الأيدي الآثمة داعش وآخرين. رحلوا أيضا شهداء لرسالات بهذه المدينة. نثني على الجهود التي استذكرت هذا الحدث، والموت هو بالتأكيد ليس حالة ضائعة بل هو حياة لأخرى. يقيم معهد الفنون الجميلة حفل تأبيني لكوكبة من أساتذة معهد الفنون الجميلة للبنين، معهدي الفنون الجميلة للبنين والبنات، في هذا اليوم 14/3/2018 في لوفاة الأساتذة من المعهدين الأستاذ ربيع والأستاذ رياض والأستاذ إسماعيل والأستاذ مصعب والأستاذ محمود حمو والأستاذ والست خالدة رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وإن لله وإن إليه راجعون. اليوم كنا في هذه التأبينية الاحتفالية الصغيرة بذكر قامات فنانين الموصل الذين فقدناهم رحمة الله عليهم، ندعو من الله لهم الغفران والجنات الفسيحة إن شاء الله. كنا اليوم متواجدين في حفل تأبين كوكبة من الشهداء الأستاذ ربيع عبد الواحد والأستاذ رياض والأستاذ إسماعيل والأستاذ مصعب رحمهم الله. نتمنى من الله أن يتقبلهم في جنات الخلد. طبعا غايتهم كان إعلاء الحق وكلمة الحق، وأن تكون الموصل موصل إبداع، موصل الخير. هذا المهرجان أقامه معهد فنون جميلة البنين بالتعاون مع معهد فنون جميلة البنات. المهرجان كان حفل تأبيني للنجوم ساطعة من الفنانين والأساتذة اللي رحلوا عن هذه الدنيا، وحضورنا هذا اليوم إلى هذا الحفل التأبيني ما هو إلا سداد دين بسيط لهؤلاء اللي قدموا الكثير في سبيل الفن وفي سبيل العلم.